ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنرسم رسمه جديده مع بعض. إيه طبعا الالوان اللي انا هستعملها هي الالوان بتاعه فان جوك. إيه انا اقول لكم هستعمل انهي الدرجات بالظبط. إيه هستعمل الدرجه الكحلي والدرجه اللبني والدرجه اللي لونها اخضر والبني واللون الابيض. وعلشان مثلا لما اغمق حاجات او كده هستعمل اللون الاسود ده بس للتغميق الالوان الباقيه وبس كده. يلا بينا نبدا. زي ما انتوا شفتوا في الصوره انا هنا برسم جزيره. فاول حاجه هرسمها طبعا هي السماء اللي هتبقى باللون اللبني، وكمان هرسم السماء بطريقه اسمها طريقه التدرج اللوني. يعني ايه؟ يعني ممكن ان انا ادرج اللون من الفاتح للغامق او من الغامق للفاتح. انا هنا بعمل من الغامق للفاتح، ان انا في اول الورقة خالص من فوق ببدأ ان انا اعمل اللون غامق، وبعد كده ببل الفرشة مية وبشيل اللون خالص، وببدأ ان انا لحد ما اوصل لنص الورقة اعمل بالمية بس. وهنا اللون بيفتح معايا، يعني زي ما انتوا شايفين النص التحتاني من الورقة يعتبر مفهوش لون اصلا، بس لما اجي ادمج الالوان مع المية هيعمل لي التأثير اللي انا محتاجاه، اللي هو في البداية خالص غامق وفي النهاية خالص فاتح، لدرجة ان هو يبان شبه شفاف اصلا، او اللون مختفي شفاف جدا فاتح قوي. تمام. هفضل هنا ازود شوية مية، ازود شوية لون لحد لما الشكل بتاع السماء يكون مظبوط او يعجبني، ان زي ما انا قلت لكم من الغامق للفاتح. جماعة شايفين اللي انا بتكلم فيه؟ ان اللون من فوق غامق لكن النص التحتاني شبه فاتح خالص او شبه شفاف مش باين. يعني بعد كده طبعا هعمل خط في نص الصفحة على اساس ان انا الجنب ده ارسم فيه بحر، اما الجنب التاني هرسم فيه الرمل. اللون اللي انا هستعمله هنا هو الازرق، طبعا ببقى مخففاه بالمية علشان يديني برضو الدرجة اللي انا عايزاها. بعد كده ببدأ ان انا ارسم البحر. البحر بقى انا طبعا هنا سرعت الفيديو علشان كان هيبقى بطيء جدا. البحر بقى من جوه بيبقى غامق لكن على الشط بيبقى فاتح جدا جدا جدا. فاللي انا بعمله دلوقتي ان انا بفتح الجنب اللي على الشط وهغمق الجنب اللي جوه، يعني هزود له اللون علشان يبقى غامق عن الشط اللي بره، لان الشط بيبقى فيه موج وكده، فالموج اصلا بيبقى لونه ابيض فبيبان ان هو فاتح. بعد كده باجي باللون البني وببدأ ان انا ارسم الرمل. الرمل ممكن يترسم باللون البني، ممكن يترسم باللون البيج او الكافيه الفاتح، هبقى لكم ازاي تعملوه. بس انا هنا حبيت يعني ان انا ارسمه باللون البني. بعد طبعا ازود الطبقات لحد لما اشوف ان كده الطبقة دي ماشية مع البحر، وخلاص بعد كده ببدأ ان انا ارسم الموج. طبعا الموج بيترسم باللون الابيض الفاتح ومش بحاول اضيف عليه مية كتير. بعد كده ببدأ ان انا ارسم الجزيرة، بيبقى اللون بتاعها طبعا اللون الاخضر. برسم طبعا الحدود بتاعت الجزيرة، وبعد كده ببدأ ان انا الون من جوه. بعد كده هنا ببدأ ان انا ارسم النخل. طبعا انا برسمه هنا باللون الاسود، بس انا على قد ما اقدر كنت مخففة اللون الاسود بشوية مية عشان ما يبانش ان هو تقيل قوي، لكن الورق بتاع النخل او الفروع بتاعة النخل برسمها باللون الاخضر الغامق جدا جدا جدا.
طبعا وانا برسم الورق بتاع النخل بحاول ان انا اختار اول حاجه فرشه رفيعه جدا بحيث ان هي تطلع لي الفروع او الورق رفيع جدا جدا جدا، لان الورق بتاع النخل اصلا بيبقى رفيع. تاني حاجه بحاول ان انا ما تقلش ايدي على الفرشه بحيث ان الورقه ما تطلعش ان هي تخينه، لا تطلع ان هي مسحوبه ورفيعه جدا جدا. وزي ما انتوا شايفين كده بفضل اكرر على كل النخل اللي موجود لحد لما اخلص. هنا طبعا انا بخبي الجذور بتاعة النخل لان طبعا شكلها يعني فيك او مش حقيقي، بخبيها بالعشب اللي انا بعمله دوت، هو نقط 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 جنب بعض لحد لما تستخبى كلها علشان يبقى شكلها حقيقي شوية، لان كمان الشجر او النخل بيبقى الجذور بتاعته اصلا مستخبية بالعشب فمش بتبقى باينة خالص. انا هنا بقى رسمت نخلة كبيرة شوية على اساس بقى ان انتم تشوفوا، ما سرعتش الفيديو خالص على اساس ان انتم تشوفوا خطوه بخطوه انا برسم النخله ازاي وبرسم الفروع بتاعتها، برسم الورق بتاعها، المكان اللي هو بيبقى فيه البلح. زي ما انا قلت لكم اما اجي ارسم الورق مش بضغط على الفرشه خالص علشان تديني الشكل اللي انتم شايفينه ده، مش يبقى الورق تخين وشكله وحش جدا، لا على قد ما اقدر بحاول ان انا اخفف ايدي على الفرشة علشان الفرشة دي اقدر ارسم بيها حاجة تكون تخينة واقدر ارسم بيها ورق الشجر كده اللي بيكون رفيع جدا على حسب بس مسكتي للفرشة. وبعد اكمل كده بنفس الطريقة لحد لما النخلة تخلص. وبس كده انا كده خلصت الرسمة وببدأ ان انا اشيل اللزق اللي موجود على الورق بتاعي. طبعا حبايبي الرسمة سهلة جدا، ولو انتوا مشيتوا معايا خطوة بخطوة هتلاقوا الرسمة اتطبقت معاكم، ما تبصوش للصورة بس كده وتقولوا لا الرسمة صعبة ومش هنقدر نرسمها وكده، بالعكس. ولو حبيتوا الفيديو ما تنسوش ان انتوا تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وقولوا لي الرسمة عجبتكم ولا لا في الكومنتات. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد، سلام.